قبل ما تبدا الورك اوت خاصك تسخن مزيان، بالخصوص المعصم والكتاف باش تجنب الاصابات. غنبداو ب 15 بيربيز في العادي سيري باش تسخن مزيان. الورك اوت غيكون جزئين، الجزء الاول روتين الكور، التمرين الاول ريفيرس ليج ريزز، خلي يديك تحت فخاد وفرق رجليك وحاول طلع اللي قديتي، غيخدم اسفل الظهر والمؤخره. التمرين الثاني في ابس، خلي رجليك مفرقين بحال في وحاول تدي يديك لرجليك مع تني الكور ديالك. التمرين الثالث هانج انسايد نير ريزز، طلع بالجنب باش تخدم عضلات الكور الجانبيه وما تنساش دير الجهاد بجوج. التمرين الرابع هيب ريزز، غترفع الخصر ديالك اللي قديتي عليه، غتخدم اسفل الظهر والمؤخره. التمرين الخامس هولو بادي هولد، طلع يديك ورجليك وخلي ظهرك بوضعيه الهولو. ملي تسالي هاد التمارين عاود نفس الترتيب من الاول ودير من 3 حتى 4 لي سيري ودقيقه الراحه في كل جوله. ندوزو البول بوش روتين. التمرين الاول دهال فري بوش ابس، هبط نص هبطه ولا قديتي تهبط اكثر غيكون احسن، خلي يديك تحت صدرك والكود قراب ليك. التمرين الثاني هولد نيجاتيف سبول ابس، 5 ثواني في الهولد، نقص باش تطلع لفوق وهبط بالخاطر. التمرين الثالث هاند ستاند اون ذا وول، طلع بيديك وفاش توصل لفوق بقى شويه وعاود هبط، خلي الكور ديالك مشدود. التمرين الرابع هولد اند نيجاتيف شينابس، حاول تبقى لفوق 5 ثواني ونزل بالخاطر، خلي الكود والرجلين لقدام، التمرين غيعاونك في شيناب. نفس التمرين الثاني بدل غير الجريب. التمرين الخامس هالف ريب ديبس، غتحاول تهبط طنص وطلع ولا قديت تهبط اكثر غيكون احسن. التمرين السادس نيجاتيف دراغون فلاج، الا كنتي اول مره غديرها تبت يديك مع شي برا وحاول تهبط، الا درتيها بواحد رجل دير جناب بجوج، ولا بيتي تصعبها شويه فرق رجليك، ولا بيتي تصعبها اكثر جمع رجليك واستعمل يديك باش تكون مقاومه في النزول. ملي تسالي هاد التمارين عاود نفس الترتيب من الاول ودير من 3 حتى 4 لي سيري ودقيقه الراحه في كل جوله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ما تنساش لايك وشير. دمتم في امان الله.